أنا المحامي نعمت سرحال من دائرة التنفيذ بالدولة وجايين بأمر الحجز على سيارتي. كيف يعني ما فهمت؟ ليه؟ لهم فترة عم يتصلوا فيكي من البنك ما بتردي، حطوا كذا إنذارات عندك بالمكتب، بس اليوم مرقنا وشفنا إنه ما وصلوا لك. إيه صح، أنا قلي فترة ما عم بروح على المكتب، بس في شي غلط، لأنه ما قلي زمان دافعة بالبنك. أنت اللي دفعتيهم من شهر، سكروا فيهم حساب البطاقة وجزء بسيط من الكارد، بس بعد عم تتراكم عليك الفايدة، وما بقى عنا غير هالحل. بس هيدا منه حل، ما فيكن تعملوا فيني هيك. سوري مدام، أنا اللي علي نفذ الحجز وناخذ السيارة، فاعملي معروف اعطيني المفتاح وورق السيارة. لا بس هيك عم تظلموني كتير. مدام، الأفضل تعطينا المفتاح وورق السيارة، وتوكلي محامي ياخذ لك حقك.